اهلا بكم في فيديو جديد، ورجعت لكم في حلقه جديده من لعبه سكاي فاكتوري. بعد الحلقه اللي فاتت اللي اشتغلنا فيها على المولد النووي اللي بيولد لنا طاقه للمكان كله، حلقه النهارده هنشتغل على جهاز عامل زي كرافتنج بيطور، وهوريكم الحاجات اللي اشتغلتها ولا كلها ورا الكواليس. اشتغلت حاجات كتيره جدا وهنشرح كل حاجه مع بعض، ويلا بينا نبدا. تمام، ورجعت لكم. اول حاجه اشتغلت عليها، اشتغلت على كذا حاجه، خلينا بس نشوف كده. اول حاجه اشتغلنا عليها وهو ده، ايه دوت؟ خليني ببساطه كده اروح اوريكم، بس مش عايز اوريكم اللي هناك. خلينا نجيب بس لافا. إيه فين اللافا؟ مفيش غير ثلاثة. تمام، خليني طيب اروح اجيب لافا وارجع لكم تاني. تمام، ورجعت لكم بعد ما جبنا اللافا. إيه، خلينا بص نملى التنكات دي كلها كده باللافا. زي ما انتم شايفين المفروض ان اللافا دي هتتسحب وهتيجي في المكان دوت كده زي ما انتم شايفين، و هتبتدي تتحول. خلينا بشكل تاني اوريكم. مش عارف دي ليه مش عايزه تتحول، هي شايفين بتتحول هناك، اشمعنى دي كله انسيرت هي بدأت تتحول. خلينا مثلا نجيب واحدة ووريها لكم عمل ايه. شايفين؟ لا ما تعملش. المهم يعني ان هي بنحولها عشان نجيب الاندستون. تمام، المفروض طبعا كل دول اللي عاملهم، بس خلينا دلوقتي نشيلهم هنا وابقى اشتغل عليهم. طب انا عايز ليه الاندستون؟ عشان الاندستون طبعا بعد ما بكسره بالهامر بحطه في السيف، وبيجيب لي ده، بيجيب لي الدست. تمام، المادة دي محتاجينها في ايه هوريكم دلوقتي. تعالوا خلينا نشوف. او تاني حاجة طبعا شايفين ايه، طبعا كبرت مزرعة الانفيريوم، شايفين عشان تطلع لنا كميات اكبر. خلينا نخش، شايفين كميات العدد انفيريوم ده وانا لسه سحبه. شايفين طبعا السرعة دلوقتي، وبالذات كمان خليتهم كلهم اربعة وخمسة. خلينا نشوف تاني حاجة. تاني حاجة اشتغلت عليها الجهاز دوت اللي بيطور الحاجة. خلينا لو جبنا كتب لنا امباور ودخلنا عليه دوت اللي بيحول الكريستال كله بيخليه زي متطور كده. هات النهاردة برضه هنعمل مشروع شبه دوت تماما. ده اللي اشتغلت عليه ورا الكواليس، ده هرجع اشرحه في حلقة تانية يوم هنحاول نستخدمه، واوريكم ازاي بتعمل طبعا موصلين له طاقة بنفس الشكل دوت وهشرحه لكم. خلينا دلوقتي خلينا بقى نشوف اكبر حاجة تعبتني، الموب تراب. شايفين الموب تراب خليته كام مسافة؟ بعد ما كان واحد خليته واحد كده بقى تلاتة. وشايفين كمية الموب فشر اللي حطيتها هنا اللي شغالة، طبعا غير ان انا حطيت لها لوتينج وحطيت لها حاجات عشان الموارد. شايفين كمية، بص الروس بس اللي عمالة تقع. خلينا نلمها وخلينا ننزل اوريكم كمان. قلت بدل ما نحط صندوق وصندوق كل شوية يتملي وعملاه، عملت جريد كمبيوتر كده، كرافتنج جريد. وطبعا بالديسك، الديسك ده مثلا ده لو اتملى، بص الفكرة كلها ان انا بدل ما اشيل واقعد انقل هناك، الديسك ده اتملى ب 64%، بشيله طبعا كل ده كده. في ديسك تاني هو بدأ يتملي، اللي هو ده ممكن ناخده برضو ونخليه يبتدي يتملي في ديسك تاني. وراح طالع وحطه في الديسكين دول كده. شايفين طبعا كل الحاجة اللي كانت هناك جت في الكرافتنج كده. طبعا زي ما انتم شايفين في اتنين تنين، لان انا رحت تاني لعالم الاند ورزبنت واحد تاني، ولحد دلوقتي ولا لسه جيت جنبهم، ولا حتى لسه اكلتهم، ولا حتى لسه روتهم. خلينا طيب دلوقتي نخش، ودينا اهو شايفين عملت دي كده زي حاجة سريعة، جابت لنا أربعة بس. المفروض انها جاتلي تاني من الدست دوت. خلينا نكتب دست لأن انا كان معايا خمسة اهو، شايفين معايا 72. خلينا ناخدهم نحطهم في الفرن. فرنس عقبال ايه ما يتعملوا. خلينا دلوقتي مشروع النهاردة كامل، خلينا اكتبه لكم. اللي بالمناسبة هشتغل عليه برضو هنا في نفس المكان، هشيل دوت هتبني نشيله دلوقتي لان هرجع ده اشتغل عليه كله، بس مش دلوقتي. وبرضو هخلينا نشيل ده وهنعمل بوابة النظر في مكان تاني، وخلينا نشيل ده بنفس الشكل ده. وهنشيل طبعا المية وهنشيل كل الكلام ده. خلينا نشيل المية دلوقتي برضو ايه بالمرة، ونفضي المكان اللي اشتغل عليه. خلينا نشيل كده كل دول. تمام، خلينا برضو نشيل دي، وعشان نعمله
وخلينا كده نكمل الدايرة اللي كنا عاملينها عشان دي اللي هنشتغل عليها. فين ناقص لنا؟ تمام كده، بعد ما خلصناها عاوزين نشيل بس كل الحاجات دي معانا هنا عشان دي اللي ان شاء الله ممكن نشتغل عليها الحاجات الجاية وهشرحها لكم. خلينا نشيل كده، خلينا بس نجيب دي. ودلوقتي خلينا نكتب بقى اللي احنا عايزينه. هنكتب فيشن، اي مثلا فيشن كرافتنج كور. اول حاجه دي اللي احنا محتاجينها، محتاجين لابس لازل بلوك، بلوكات لابس عادي. خلينا نجيب، محتاجين كام؟ محتاجين 4. تمام خلينا بس ناخد تاب ستاكين 3 عادي. خلينا نشيل الستاكين هنا ودايموند. ومحتاجين ديت، دي طبعا سهله اهي باللي احنا بنعمله. دي ده طبعا دوت بجاب من عن طريق لا اما اللوت ليجندري، لا اما طبعا ان احنا نعمل الدس دوت اللي احنا عملناه. خلينا ناخده برضو نشيله ونعمل اللي هي اول واحده ونشيلها ونعملها. تمام كده اول واحده اتعملت، فاضل لنا ديت. طبعا ده عشان تعمل لازم نطورها بدي، ديت اللي احنا يا جماعه بنطور بيها الحاجه. فاحنا عايزين ديت بيزك معانا، ايرون معانا برضو، محتاجين واحده من دي. لا احنا محتاجين 8، محتاجين كده 7 كمان. تمام خلينا نعمل 8، شايفين نفس الشكل ده كده. وخلينا بقى نبتدي نروح، بس محتاجين بلوكة، هنجيب بلوكات. خلينا نجيب بلوكات، بلوكة ايرون كفاية، بلوكة ايرون. ونحط بلوكة الايرون هنا ونحط دي فوقيها ونشيل. خلينا نشيل دي، وبعد كده المفروض ان احنا نيجي هنا كده كده ونضيف هنا 4، وفي اتجاه تاني خلينا نضيف 4، وبرده اتجاه التاني نفس الشكل. ودلوقتي كل اللي علينا ان احنا هنوصل لهم طاقة. خلينا نوصل الطاقة بالفلوكس، كده بعد ما عملناها. خلينا دلوقتي هنعمل بعد ما شايفين بقى عملنا دي، خلينا بس نجربها. عشان بس قبل ما نجربها خلينا نعمل السيف ده. خلينا نكتب هنا سورد، انا عاوز اعمل السيف ده. السيف ده بعمله ازاي؟ خلينا نجيب السيف ده كده اهو، المفروض ده عشان يتعمل. بنعمل السيف ده، السيف ده بتعمل ازاي اهو؟ طريقة سهلة. خلينا نجيب ده، لسه محتاجين ايه؟ هو ده تقريبا ده صح. او خلينا نجيب، محتاجين من دي كده 4، خلينا ناخد 4. ومحتاجين السيف دوت. تمام ادينا عملنا كده اول واحده، خليناها معانا. وخلينا نعمل التانية اللي هي ديت، محتاجين واحده كمان من دي، خلينا نجيبها ونعمل الاخيره. تمام بعد ما عملناها خلينا نشيلهم ونعمل السيف دوت. تمام بعد ما عملنا السيف ده المفروض نروح نطوره. السيف ده بيتطور ازاي؟ اهو بيتطور عن طريق تمام. دي بتتجاب ازاي ديت؟ البلوكه دي عشان احنا عايزينها تتجاب عن طريق البلوكه ديت. خلينا طيب نعملها، خلينا نعمل منها 4 بلوكات. ودلوقتي خلينا، احنا قلنا ديت عشان تتعمل، خلينا عشان نطور ديت محتاجين دي، محتاجين 6 وقلب. تمام خلينا نعمل ديت 6 اهي، محتاجين القلب. وخلينا نروح، بس قبل ما نروح خلينا ننام ونطور السيف. قبل ما نطور السيف خلينا، محتاجين نطور بس اول حاجه بلوكه من دي. طب خلينا نحط هنا اول هي بلوكه، وخلينا نيجي هنا ونحط دول. تيجي هنا ونجيب هنا اول 4 كده، لا مش كده 6. خلينا نجيب كده اهو. تمام وادي نجيب اخر 2 والقلب، هنجيب اهو 2 وادي القلب. مفروض كده تمام، مفروض كده الغلطة انك حطيت واحدة بس، مفروض نحط الاربعة والاربعة يجيبولي ديت. تمام ورجعت لكم تاني بعد ما حاولت اجرب في كذا حاجة واشوف على النت ليه مش شغالة.
فطلع قربتها قدامه بتاع برضه ما اشتغلتش، فاكتشفت ان المفروض ان دي بتتطور، نسيت ان دي كانت المفروض تتطور. لو كتبنا مش المفروض شايفين دي نطورها لديت، شايفين احنا محتاجين 4 دايموند ومحتاجين تمام يعني محتاجين من دول. طب خلينا كده كده محتاجين كميات كبيرة قوي، خلينا نشوف هنقدر نعمل دي. احنا قلنا محتاجين منها قد ايه، ده الأزرق محتاجين منه مفروض 12، فمحتاجين 6 تاني وخلص. دي كده محتاجين منها 8، فاحنا محتاجين كمية كبيرة جدا، فخلينا ما جاليش غير 6، فخلينا طيب نحطهم هنا عقبال ما ننزل نجيب الكمية الباقية اللي عندي من تحت. معايا هنا ستاك شوية، ومعايا هنا 37 واحدة. خلينا نطلع ونشوف هنعمل كمية دي ايه. كل الكمية دي خلينا نجيب، لان الكمية دي محتاجها عشان اعمل او انا زودتاوي ده عشان تتطور. محتاجين من ديت ودي، او محتاجة 4 محتاجة تاني، فانا مش عارف الكمية اللي معايا مستحيل انها تكفي. خلينا طيب نعملها فين تاني، محتاجين نعمل من دي 8. انت بتتكلم على حاجة ان هي مستحيل تكفيني، يا دوبك عملنا 4 تمام كده. تمام، بما ان الكمية اللي معانا مش باقية وكده محتاجة اشتغل كتير اوي ورا الكواليس اشتغل بكميات كبيرة، فخليني نعمل حاجة أخيرة كده قبل ما ننهي الحلقة عشان ما تبقاش قصيرة. خلينا نمدي برضو نعمل، خلينا نشيل دول بس كده معانا هنا. خلينا نجهز نعمل، هنكتب النظر. تمام، احنا محتاجين نعمل النظر ريك. طب احنا محتاجين هنشتغل على زي مصنع النظر ريك. النظر ريك محتاج نفس الطريقة بس ريدي ستون، فخلينا نشرح لكم نفس الطريقة كده اللي فاتت وهنستخدم فيها الريد ستون. تمام، خلينا نعمل ايه، خلينا شايفين نجيب نفس دول كده، بلاش نجيب منهم، خلينا نستخدمهم زي ما هما. انا ممكن اغيرها واضيف هنا تجاري انا عايزه، بس انا محتاج اعمل كذا واحدة، فخلينا برضو نجيب التنكات. معيش تنك، خلينا تبقى اروح اجيب تنك. تمام، خلينا نجيب احنا بس هنعمل كده نموذج صغير قدامكم، وخلينا نضيف له كل الكمية دي. طبعا بيشيل كمية كبيرة جدا، طبعا بيشيل نص ستاك، فخلينا نجيب دوت. وبعد كده نجيب وادي كده، خلينا نجيب 3 ونجيب 3 دول ونجيب ده محتاجين 6. تمام، ومحتاجين 2 شيست، محتاجين فلوت. فين الفلوت اهي. تمام، خلينا نجيب الثلاثة بنفس الشكل ده كده، ونجيب الستة، نحط الستة هنا ونحط 3 هنا، ونجيب هوش ستيل. شايفين نفس الطريقة كده سهلة، وخلينا نسحب بالطريقة دي كده. تمام، وهنعمل ديت هنشغلها. شايفين المفروض ان كل ده يتسحب وهتنزل هنا، المفروض ان انا ديت هنخرج منها الحاجة وهنحط نعمل دي، هنحول 3 دول للانسيرت. والناحية التانية هنعملهم العكس بالظبط، هنخليهم هما اللي بيخرجوا ونعمل الناحية التانية هي الانسيرت. تمام، وخلينا دلوقتي بس نجيب ريدستون. تمام، جبت ستاك ريدستون وقلت خلينا نحطه هنا كده اهو ونجرب. شايفين اهو هيفضل شغال بنفس الطريقة ديت، ومفروض ان هو يجيب لنا 16 على قد اللافا اللي احنا كنا حاطينها، او على الاقل مثلا يجيب لنا 10. تمام، الكمية ما كفتش، وقفت او لسه تقريبا بتفضي. تمام، يعني 16 تقريبا هيجيبوا لنا حدود 16 او 15. المهم شايفين دي نفس الطريقة المصنع ده، انا اكمله وهنشوف اي مصانع يعني نفس الشكل ده كده وهنشتغل عليهم في المستقبل. وبس كده كانت نهاية الحلقة. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسنة الجاية وألعاب جديدة، ونزلنا الحلقة اللي فاتت لعبة سيتيز، لو ما اتفرجتش عليها روح اتفرج عليها واستنوا الحلقات الجديدة. الحلقة دي كان مفروض اشتغل على كذا حاجة أكتر، بس طبعا كمية ما كملتش معايا، ف
فانا مضطر ان اشتغل ورا الكواليس بكميه فتره كبيره جدا عشان اقدر اشتغل وبس كده. مستشفى دعمني ومع السلامه.